أنا اليوم جاي أكلمكم عن مبادرة أو تقدروا تسموها أسلوب حياة. مين سمع عن هيزيد الأخضر؟ ممتاز. طب والله شيء حلو. هيزيد الأخضر هي مبادرة بدأت قبل 6 شهور عن كل الأعمال الإيجابية اللي الواحد ممكن يسويها لنفسه أو لمحيطه، الأسرة اللي حولينه أو للمجتمع ككل. أبى أسألكم حاجة، مين يبي يعيش أكثر أو يعيش أطول من عمره؟ كلنا اللي بنعيش صح؟ ومين يبي يعيش للأبد مثلا؟ طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. اللي دائما يجي في بال البني آدم إنه تعيش أكثر هو الصحة أو إنك تكون صحي ورياضي تعيش أكثر، ودائما ننسى إن الواحد يعيش أكثر بالأثر اللي يسيبه بعد ما يمشي من المكان اللي هو فيه. يعني أنا مثلا لما نمشي من هنا ممكن بعضكم يفتكرني أسبوع سنة، ممكن بعضكم يفتكرني دائما حتى لو أنا اتكلت يعني. طيب أوكي، زي ما هو معروف إنه كل ما تعطي أكثر كل ما تعيش أكثر. أبغى أسألكم عن اللون الأخضر، إيش يعني لكم اللون الأخضر؟ إيش كل شيء يعني ملوخية مثلا اللون الأخضر؟ طيب عندي فيديو صغير هنا سويناه قبل 6 شهور مع بداية المبادرة يتكلم على اللون الأخضر، هنشوف الفيديو وارجع لكم. اللون الأخضر هو لون الحياة، لون الصحة، لون الطبيعة والحيوية والنماء والمضي للأمام. في كل الثقافات العالمية المختلفة يرمز اللون الأخضر إلى الأشياء الطيبة والإيجابية، ونحن في السعودية نعشق اللون الأخضر لأنه لون رايتنا الوطنية. مبادرة هيا نزيد الأخضر هي دعوة لكل من يطمح للعطاء أكثر تجاه مجتمعنا، تجاه عائلاتنا، أو حتى تجاه أنفسنا. حنقوم بطرح ومناقشة وتنفيذ مجموعة من الفعاليات الخضراء اللي تسهم في جعل حياتنا أكثر صحة، أكثر متعة، وذات معنى وقيمة أكبر. شعارنا حيكون عطاء أكثر، حياة أكثر. هيا نزيد الأخضر. شكراً. هذا الفيديو سويناه قبل 6 شهور وكان بمثابة دعوة لكل إنسان عنده الروح الخضراء أو الروح الإيجابية إنه بيسوي أعمال طيبة للناس بس مو عارف كيف. طلبنا من الناس يشاركوا معنا أفكارهم الخضراء أو حتى يجوا يكونوا معنا. والجدير بالذكر إنه جاتنا أفكار مرة كثيرة، وكوننا فريقين الحمد لله في الرياض وفي جدة، سوينا معهم ورش عمل وقعدنا نفكر في الأفكار اللي ممكن ننفذها. المشكلة كانت اليوم إنه الأعمال التطوعية بتحصل كوبي بيست، بتتكرر نفس الشيء كل سنة، نفس الشيء بيصير قبل رمضان، بيوزعوا سلات غذاء، إفطار صائم، بس أثرها بيكون بسيط على الناس اللي اشتغلوا وعلى الناس اللي استفادت من المبادرات هذه. فكرنا في فكرة مبتكرة للأعمال التطوعية، وأول حاجة نفذناها كانت بنك الطعام. زي ما احنا عارفين كل سنة في رمضان بتتوزع سلات غذائية كثيرة على الأسرة المحتاجة، بغض النظر عن الأسرة هذه يحتاجوا الأكل هذا ولا لا، احنا بنفترض انهم مثلا محتاجين ملح ورز وحليب مكرونة دقيق فور اكزامبل، بغض النظر هذه العيلة عندها ولا ما عندها، ياكلوا سمبوسة ولا ما ياكلوا سمبوسة، ما لنا صلاح، هذه خد جالك من أهل الخير قول الحمد لله وخلاص. فكرنا في بنك الطعام، تيجي الأسرة المحتاجة تدخل عندنا يتبضعوا كأنه في سوبر ماركت طبيعي، يدخل يختار الأشياء اللي يبغاها ويشتريها من غير فلوس. الحلو في الموضوع إنه لما نزلنا في البلد أو في المكان اللي فيه الأسرة المحتاجة جو ناس ما يعرفونا، قالوا أنتوا بتسوي شيء خير إحنا نبغى نشارك معاكم. والأثر اللي سبناه على الأسر اللي جات اتبضعت من عندنا كان جدا جميل، والناس اللي جو اشتغلوا معانا والمتطوعين سووا مجهود جدا رائع، وكان أثر جدا إيجابي على كل الناس الموجودين. ثاني فكرة سويناها في الرياض كانت تهادوا تحابوا. الفكرة إنك تهدي هدية رمزية لشخص ما تعرفه في السوق، تقول له خذ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وإحنا بديك الهدية هذه. مع الهدية بيكون موجود كرت لطلب إنك تسوي عمل إيجابي للناس حوالينك، زي ما تشوفين في الصورة أهدي وردة لشخص عزيز عليك، يعني تهدي وردة لأختك، لأمك، لزوجتك. طبعا المفروض دائما تهدي وردة لزوجتك. شباب ساكتين. يديكم العافية. أيوة اليوم كل واحد يروح يشتري وردة معه. الفكرة الثالثة إفطار صائم.
المشكلة كانت هنا إنه كل سنة إفطار صائم بيصير بنفس الشيء، بنحط أكل وبنوزع على العمال النظافة for example، نقول خد يلا روح أفطر، بيقعد عامل النظافة تحت شجرة ولا في مكان بس يفطر يدوب المغربية ويكمل شغله. قلنا ليش ما نقعد مع هذول؟ طبعًا إحنا في جدة هنا كل سنة معروف في رمضان لازم أقل شيء كل أسرة تروح مرة واحدة تفطر على البحر وتشوف الغروب. قلنا جبنا العمال النظافة هذول وسوينا معهم صفرة في رمضان وقعدنا نفطر معهم كأنهم عائلتنا، كأنهم من أسرة واحدة. والجميل والجدير بالذكر إنه هذول عمال النظافة صرنا نشوف ابتسامة عليهم، مبسوطين، مو مصدقين إنه في شباب وشابات سعوديين قاعدوا معانا فطروا كأننا عائلتهم. وبعد ما خلصنا علمناهم ريسايكلينج، إنه يسووا تحف فنية بالريسايكلينج ماتيريال، قوارير الموية الصحة، علب البيبسي، سووا بيها. والجدير بالذكر إنه لقينا عمال النظافة عندهم موهبة إنه يسووا تحف فنية جدا رائعة. الأثر كان على هذول الناس والناس اللي اشتغلت جدا جميل، ولين اليوم أنا متوقع إنه هذول الناس يفتكرونا إنه في يوم جاء معانا شباب فطرونا على البحر كأننا عائلتهم. الفكرة اللي بعد كذا كانت الخيمة الخضراء. شكرا. الفكرة اللي بعد كذا سويناها كانت الخيمة الخضراء، سوينا في رمضان في الرياض خيمة خضراء للأطفال. طبعا أطفال الأسر المحتاجة ما يكون عندهم المادة إنه يروحوا ملاهي كل فترة، سوينا لهم ملاهي داخل المدرسة، جو ولعبوا فيها لمدة يومين، وكان في آيس كريم ودونات لكل الناس بالمجان. وطبعا لو تشوفوا الابتسامات اللي كانت على الأطفال زي ما أنتم شايفين شيء مو مصدقين، شيء فوق الخيال إنه ناس جو وفي ناس بتهتم بينا وبتلعبنا وتكلنا ببلاش. سابت أثر إيجابي على الناس اللي اشتغلوا وعلى الأطفال كمان اللي جو، أكثر 100 طفل استفادوا من هذه المبادرة. آخر فكرة سويناها وهي مهي الأخيرة إن شاء الله، الفكرة الأفكار شغالة، تنظيف الملعب. بسألكم حاجة، مباراة مدتها ساعة ونص، كم تتوقع يتخذ وقت تنظيف المباراة بعد تنظيف الملعب بعد المباراة؟ رقم 4 ساعات. طيب تتخيلوا إنها يومين، يومين كاملة بيقعدوا عمال النظافة ينظفوا ملعب الجوهرة بعد كل مباراة. سوينا الفكرة هذه، سوينا أكياس علقناها على ساعدنا في تعليقها 100 متطوع، وعلقناها 60,000 كيس على الكراسي، كتبنا تعليمات استخدام هذه الأكياس. وبعد نهاية المباراة كانوا المتطوعين عاملين حسابهم إنه ينظفوا الملعب بنفسهم. الجدير بالذكر إنه كل الجمهور لقيناهم بينظفوا الملعب معانا وشالوا، اللي خلى المتطوعين ما تعبوا أصلاً في شيء. وثاني يوم جانا خطاب شكر من إدارة الملعب إنه ما تعبنا والعمال حقنا، يعني فعلاً شيء رائع اللي شفناه إنه ما سوينا أي شيء. يعطيكم العافية. سؤال، هل نواجه فرصة كل يوم إن إحنا نسوي عمل إيجابي أو عمل أخضر؟ ترى البنات بس هم اللي بيسووا عمل إيجابي أنا شايف. طيب أنا حشغل لكم فيديو أتصور اليوم وإنتوا داخلين وتعمل له منتجة قبل، يعني عملنا له مونتاج قبل نص ساعة ودوبنا حطناه في البرزنتيشن. شوفوا الفيديو وأرجع لكم. كيف حالك يا اخي؟ ممكن تسوي لي اشتراك؟ سيارتي متعطله والله ولي ساعه. سامحني دقائق بس. اشتراك يا حبيبي. معليش حبيبي مستعجل. سيارتي متعطله، ممكن تسوي لي اشتراك؟ طيب ما عندك مشكله. فين سيارتك؟ سيارتي هناك. طيب نمر على السياره. يلا اوكي. والله مستعجل بس في محطه هناك. والله بعتذر منك مستعجل بس لو دقيقه يا اخي ما تاخذ. انا اسف. طيب شكرا شكرا يا اخي. سيارتي عطلانه بسوي اشتراك الله يسعدك. بس قديش بدك وقت؟ 10 دقائق بالكثير. وين سيارتك؟ هناك. طيب. حبيبي ابغاك تسوي لي اشتراك متعطل. والله معذره معليش انا مستعجل شوي. دقيقه بس. يا اخي ابغاك تسوي لي اشتراك، سيارتي متعطله والله ولي ساعه. اعتذر والله، بتمنى كنت والله بس ما معي سياره جاي لمزين. اشتراك اشتراك. المعذره معليش مستعجل. زي ما شفتوا الشخص كان يعني ديسبرتلي يحتاج احد بس يسوي له اشتراك، ما حتاخذ لي 10 دقائق. انا اتفهم انه كلنا جايين نحضر تيدكس وحر ورطوبه، اروح اوقف عند سياره اكيد، بس لو انت اخذت 10 دقائق زي ما في كم واحد سوى ورحت معاه حتسيب اثر ايجابي جدا جميل على الشخص هذا، انه في واحد ضيع من وقته 10 دقائق عشان يساعدني هو ما يعرفني. هذا اللي انا بتكلم عليه اليوم، انه احنا كل واحد بيواجه فرصه، سواء غير واحد متعطل لسيارته، اي شيء ممكن تواجه في حياتك انك تسوي عمل ايجابي، وصدقني الاثر الايجابي حيكون عليك وعلى الشخص هو اللي حيعيشك اطول من عمرك. اليوم انتم داخلين اتوزع عليكم اكياس، داخل كل كيس هذا فيه كرت وقلم. زي ما انا متاكد انه كلنا عقول المستقبل اللي موجودين هنا، اطلب منكم كل واحد يفكر بفكره ايجابيه، عمل ممكن يتنفذ، واوعدكم انه هيا نزيد الاخضر وتيدكس جده خلال السنه القادمه حينفذوا من 6 الى 12 عمل.
ولو احتجنا ارشادات منك انت صاحب العمل هذا حنتواصل معك وحتكون جزء من تنفيذ مبادره خضراء صارت في جده او في المملكه. يديكم العافيه. شباب تسمو تهدي هارون.